بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربنا هو الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن الكريم كتاب الهدى، بهذا وصفه ربه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا الكتاب الكريم هدى للناس، وهذا الكتاب الكريم يهدي للتي هي أقوم. والإنسان أمام هدى القرآن إما أن يقبل هداه فيكون من المهتدين، وإما أن يرد هداه فيكون من الضالين. والإنسان إما أن يحمل هدى القرآن ويدعو بهدى القرآن فيكون من الهادين، وإما أن يحمل غير هدى القرآن وينقله للناس فيكون من الضالين. فأمر الهداية شأنها عظيم، وإن من أول ما خوطب به آدم عليه السلام وعدوه أثناء خروجه عليه السلام من الجنة وهبوطه إلى الأرض، قال الله عز وجل مخاطباً لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال أيضاً سبحانه وتعالى في البقرة: فمن اتبع هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد قلنا في دروس مضت: لما كان أمر الهدى أمره عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى جعله دعاء واجبا، يجب على كل مسلم أن يدعو ربه عز وجل بهذا الدعاء، حيث هو الدعاء الوحيد الذي ذكر في سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففي كل ركعة يقرأ الإنسان سورة الفاتحة، وفي وسط سورة الفاتحة هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك نجد الإنسان المسلم من أول مراحل تمييزه حين يؤمر الطفل بالصلاة، فإنه يعلم سورة الفاتحة وأن يقرأها في كل ركعة. فمن هذا العمر وهو يكرر هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، ويبقى يكرره إلى آخر لحظة من عمره حين يصلي فيقرأ سورة الفاتحة،
فيقول هذا الدعاء، وإن الوصول إلى هذا الهدى وتحصيل هذا الهدى من الله عز وجل، والمراد هداية التوفيق، وهي من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في القرآن العظيم: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأحب خلقه إليه: سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء، قال له عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن الهداية تنقسم إلى قسمين: الأول وهو هداية التوفيق، إلزام القلوب قبول الحق. هذا النوع من الهداية لا ما جعله الله عز وجل لأحد من الخلق، وإنما جعله له، فهو الذي يعطيه سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني من الهداية فهو هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهذه جعلها الله عز وجل في أمور ثلاثة وأصول ثلاثة، أما أولها وأسها فهو هذا القرآن العظيم الذي جعله الله هدى، وأما الثاني فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل في حقه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وثالث هذه الأصول بيت الله العتيق، الكعبة الشريفة، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه هي ثلاثية الهدى: هداية البيان والإرشاد والدلالة، جعلها الله عز وجل في هذه الأمور الثلاثة، وهي هداية منهج أكمل وهذا القرآن، وهداية تطبيق أمثل وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهداية مكان مقدس فاعل وهذا شأن بيت الله العتيق. فبهذه الأمور يهتدي الناس، ويبقى أن الأصل في ذلك هداية التوفيق، وإن من تحصيل هداية التوفيق إنما يكون ذلك بانطراح العبد بين يدي ربه وسؤال ذلك من مالك الهدى، وهو الله سبحانه وتعالى الهادي. فأعظم ما يكون ذلك بسؤال الأمر من مالكه، وإن هذا السؤال والطلب كما رأينا جعله الله عز وجل في هذه السورة الكريمة حين يدعو الإنسان ربه عز وجل طالبا منه هذا الهدى، ثم أن يعمل العمل الصالح الخير الذي أيضا يستجلب تكميل ذلك الهدى والزيادة منه، فإنه بقدر ما يعطي الإنسان من العمل الصالح بقدر ما يزيده الله سبحانه وتعالى من الهدى. ومن هنا تكلم العلماء عن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السائرين على طريق الصراط المستقيم تتفاوت درجاتهم وتتفاوت منازلهم على قدر ما يستجمعون من أمور العبادة ومقومات الصلاح. وتبين لنا أن صلاح هذا الإنسان إنما يكون باستكمال صلاح قوتيه: القوة الأولى القوة العلمية النظرية، والقوة الثانية القوة الإرادية العملية. فالإنسان مطالب بأن يستكمل الصلاح لهاتين القوتين التي أعطاه الله عز وجل إياهما. وتبين لنا أن صلاح القوة العلمية إنما يكون ابتداء بزمام الأمر العظيم الذي هو العلم بالله عز وجل، فلا صلاح لقلوبنا إلا
بما امتلأت هذه القلوب بعلمها بربها وخالقها ومولاها، فبقدر ما تمتلئ القلوب علما بالله بقدر ما تكون القلوب سليمة، وبقدر ما يسير الإنسان على منهج صحيح وطريق سوي. ثم بعد ذلك يكمل هذا الأمر بأن يعرف نفسه وأن يعرف عيوب نفسه وأن يدرك العلاقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون بينه وبين ربه عز وجل. أيها الإخوة الأكارم، إن تحصيل هذا الصلاح للإنسان بدايته وانطلاقته هو علم الإنسان، العلم اليقيني بعد أن عرف ربه عز وجل أنه لا أحد أعرف بمصالحه وأعرف بنفسه وأعرف بطرق إصلاحها ومعالجة عيوبها من خالقها الذي أوجدها، وأنه لا أحد أعون لك على صلاح نفسك من أن تستعين بربك عز وجل على نفسك، فهو أرحم بك من نفسك على نفسك، وهو أعلم بما يصلح نفسك من علم نفسك بذلك. فإذا تيقن الإنسان هذه الحقيقة وأدركها إدراكاً واضحاً أن الله عز وجل هو العليم، أن الله هو العليم، وأن علمه محيط، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها الصحيح، وأن الله هو اللطيف الخبير يعلم خفايا الأمور، وأن الله هو الظاهر والباطن وهو الأول والآخر، إذا تيقن الإنسان من معاني هذه الأسماء العظيمة لربنا عز وجل أدرك أن قمة الذكاء والفطنة وسلامة العقل أن يسلم الأمر لمالكه جل جلاله، وأن يسلم الأمر لمن هو أعلم ولمن هو أحكم ولمن هو أخبر ولمن هو أرحم، وهو الله أرحم الراحمين. فإذا أدرك المؤمن ذلك استوعب معنى قول الرب جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على تفسيرين للعلماء. المعنى الأول أي خذوا أنفسكم وما تملكون وأدخلوه في الإسلام ليحكم فيه أمر الله وحكم الله عز وجل، ولا تبقوا شيئا خارج الإسلام، كل ما تملك بجوارحك وكل ما أعطاك الله عز وجل خذ نفسك وما ملكت وأرمي بنفسك في هذا الإسلام ليحكم دين الله عز وجل في كل صغير وكبير في هذه النفس. والمعنى الثاني أي خذوا الإسلام كله وأدخلوه على أنفسكم ليصلح لكم أمركم كله. فالمؤمن بعد أن عرف ربه حق المعرفة فإنه يفهم هذا الخطاب، لذلك هو يسلم لربه سبحانه وتعالى ويطلب من ربه جل جلاله أن يبين له في كل صغير وكبير، ويجد أن الطمأنينة كل الطمأنينة إن وجد حكم الله عز وجل في فعل فعله فإنه لا يتردد أبداً في ذلك، والذي يستقر في نفسه وهو يعمل هذا العمل أنه لا أحد أحظ منه ولا أحد أوتي أمراً وحكماً وتوجيهاً خير مما هو عليه، لأن هذا هو أمر الله وحكم الله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما، والجواب لا أحد. إذن هذا الأمر وهذا هو بداية الطريق، قضية الخضوع، قضية التسليم، قضية الاستسلام، قضية الافتقار إلى الله،
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة فقد دخل على ربه من هذا الطريق ومن هذا الباب الصحيح الذي به بإذن الله عز وجل يفتح له من البركات والخيرات ومن الهدى والرشاد والتثبيت ما تطمئن به نفس هذا الإنسان. فإذا ما أدركنا هذه البداية وأدركنا هذا الأمر العظيم الذي هو منطلق التسليم عند العبد المؤمن لربه عز وجل، فهو يضع أمره بين يدي خالقه، فبعد ذلك يدخل الإنسان على كتاب ربه ليتأمل توجيه هذا الرب العظيم لإصلاح نفسه، فهو يعلم أنه لا أحد أرحم به من ربه عز وجل الذي أخبر أن من أسمائه الرحيم الرحمن، فهو رحمن الدنيا والآخرة. فلذلك يدخل على هذا الكتاب، وليست القضية، وانتبهوا، ليست القضية دخول وهو متردد أو شاك أو يدخل على أنه يجرب، وإنما يدخل هذا الأمر العظيم بمنطلق التسليم واليقين أنه لا أحد أحسن حكماً من الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا، أو إذا سمع الله عز وجل يأمر، فهو لا يتردد أبداً أن يحول ذلك الأمر إلى واقع فيه وفي حياته مع كل طمأنينة ورضا، مع كل طمأنينة ورضا، لأن هذا شأن المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا جاءك حكم الله وأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت من المؤمنين فليس لك خيار إلا القبول والرضا والتسليم. فإذا هذا هو شأن المؤمن، وهكذا عندما تقرأ القرآن وتتدبر القرآن، وإذا ما فهمت شيئاً من القرآن فتعامل معه بهذه الحقانية وبهذا التيقن، ولا يصيبك أدنى تردد، وهذا شأن أهل الإيمان. ويظل المؤمن يترقى في مبادئ التسليم حتى يصل إلى أعلاها، وهي درجة الصديقية، فهي درجة من أعلى الدرجات بعد درجة النبوة، درجة التصديق، درجة التسليم، درجة القبول والاستسلام التام لأمر الله عز وجل. فهذه درجة الصديقية هي أعلى الدرجات بالنسبة للمؤمنين، وهي تأتي مباشرة بعد درجة النبوة، بعد درجة النبوة. فالإنسان يدخل إذن وهو مجتهد أن يسير على هذا الطريق، فإذا ما أقبل على كتاب ربه فإنه يجد فيه أن هذا القرآن فيه صلاح أمر باطنك وداخلك، وفيه صلاح أمر ظاهرك وخارجك. فصلاح أمر باطنك، وهو الصلاح الأعظم، صلاح قلبك وصلاح نفسك. ومقوم الصلاح للقلب هو أن يكون القلب سليما، ومقوم الصلاح للنفس أن تكون النفس زكية. فلا ينتفع الإنسان بأي شيء تزود به في هذه الدنيا ليأتي لربه يوم القيامة مثل أن يأتيه بقلب سليم.
وهذا ما ذكره الله في القرآن، فقال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا ينتفع الإنسان بنفس يحملها معه يوم العرض الأكبر على الله إلا نفسا زكية، فعندها يأتي الإنسان بزاد يحقق له ولنفسه الفلاح. قال الله عز وجل في صدر سورة الشمس وضحاها بعد أن أقسم 11 قسما، جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمفلح بين يدي ربه من جاء بنفس زكية، والخائب الخاسر من جاء بنفس ليست زكية. لذلك إذن هذا مقوم الصلاح، فمن هنا نجد أن القرآن اعتنى عناية عظمى بشأن داخلك، بأمر قلبك وبأمر نفسك. فما أكثر الآيات التي جاء الخطاب فيها للقلوب وصلاحها وإصلاحها، وكيف يكون ذلك، وما جاء وكذلك الخطاب للنفس وكيف يكون تزكيتها. فمن هنا أيها الإخوة الأكارم، هذا الأمر أمر لا نراه، فأنت لا ترى هذه النفس، وأنت لا ترى هذا العقل الذي يسكن القلب، ولكن الذي خلق العقل وخلق النفس هو أعلم بما يصلحهم وكيف يتحقق الصلاح لهما. فالمؤمن يسلم الأمر لربه عز وجل. وما أحوجك عبد الله أن تقف بين يدي ربك وأنت تقرأ آيات القرآن، وتقف مع التوجيه الرباني والتعليم الإلهي والطريقة الربانية، وهي تبين لك كيف تصلح باطنك، كيف تصلح جواك، ما في داخل صدرك، الشيء الذي لا تراه ولكن تشعر به. كما قلنا بالنسبة للروح، هل الإنسان يرى الروح؟ لكنه يرى أثرها، يرى أثرها حين يرى ميتاً وحين يرى إنساناً حياً، ويدرك الفارق الكبير بين الميت والحي، وأن السبب هو تلك الروح التي تدب في الجسد فتجعل الإنسان يتحرك. وكذلك يدرك العقل الذي هو لا يراه، لأن العقل كما عرفه علماء السلف أنه أمر نوراني مثله مثل الروح يسكن القلب. فإذا هذا الأمر الذي لا نراه ولكن نرى أثره، نرى أثر التصرف حين يتصرف الإنسان العاقل وحين يتصرف الإنسان المجنون، ونرى أيضا حين يتصرف الإنسان العالم الذي امتلأ عقله حكمة من وحي الله عز وجل، وبين من أعمى الله بصيرته، فترى الفارق بين هذا وهذا. فإذا هذا الأمر العظيم وهو إصلاح هذا الداخل يحتاج منا أن نقف مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وإن إصلاح هذا العقل فإن القرآن جاء بلفظ القلوب، باعتبار أن القلب هو الوعاء والمسكن الذي يحتضن هذه القوة العظيمة المدهشة العقل، فإن مسكنها هذا القلب، فلذلك جاء خطاب القرآن للقلوب: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا عز وجل أضاف التعقل وهو الفهم إلى القلوب، فقال: أم لهم قلوب يعقلون بها. فالقلوب هي التي تعقل، لأنها هي مسكن هذه العقول. هذه القلوب فإن كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، صلاحها أول ما يكمن في أن تعرف ربها وخالقها وبارئها سبحانه وتعالى.
أن تتزود بهذا العلم على أكمل وجه وأحسن طريق، ولا يجد الإنسان ذلك إلا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، فإنه يجد الزاد لهذا العلم العظيم، يجد الزاد لهذا العلم العظيم. فإذا عرفنا ذلك وابتدأنا إذن أن قضيتنا الآن هي صلاح هذه القلوب، صلاح هذه القلوب، فإن القلوب لها أقوال ولها أعمال، كما أن ظاهرك له أقوال وأعمال، فقول الظاهر هو نطق اللسان، وعمل الظاهر هو عمل الجوارح والأركان، كذلك القلب له قول وله عمل. قلوبنا لها قول ولها أعمال، كما أن ظواهرنا لها أقوال ولها أعمال. عرفنا الظاهر، قول الظاهر هو نطقك باللسان، وعمل الظاهر هو عملك بجوارحك والأركان. ما هو قول القلب وما هو عمل القلب؟ قول القلب هو تلك التصورات والاعتقادات التي يعتقدها الإنسان نحو ربه عز وجل وما أمر الله سبحانه وتعالى به من العقائد من الغيبيات، وكذلك مما أمر الله عز وجل به من المشاهدات. فإيمان الإنسان بذلك وإدراكه له هذا يسمى قول القلب. فاعتقاد الإنسان أن الله عز وجل هو خالق كل شيء هذا تصور للقلب، واعتقاد الإنسان أن الله هو الرزاق هذا تصور القلب، واعتقاد الإنسان أن القرآن كلام الله هذا قول القلب، واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله مرسل من ربه هذا قول القلب، اعتقاد الإنسان لذلك. فإن عرف الإنسان أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهذه أقوال القلب، فأحب الله، فهذا الحب عمل القلب. علم أن الله عز وجل هو الرزاق، فلذلك هو الذي يعطي ويمنع، فلذلك وجد في قلبه الخشية، فالخشية من الله عز وجل عمل القلب. فإذن الإيمان بوحدانية الله هذا قول القلب، وأما محبة الله، خشية الله، الخوف من الله، الوجل من الله، الاستعانة بالله، فهذه أعمال القلوب. إذن القلب له قول وله عمل، فالعمل ينشأ عن ماذا؟ عن ذلك القول، فوجود قول القلب ينشأ عنه عمل القلب. فمن تصور وأدرك أن الله هو الواحد الأحد، هو الخالق لا غيره، وهو الرازق لا غيره، وهو المحيي لا غيره، وهو المميت لا غيره، فإذا أدرك الإنسان هذه التصورات وهي أقوال القلوب ينشأ عنها أعمال للقلوب من خشية الله ومحبة الله والخوف من الله والوجل من الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل، فهذه أعمال القلوب. والسير إلى الله إنما الأصل فيه سير القلوب بهذه الأمور، بأقوال القلوب وأعمال القلوب. والجوارح وألفاظ اللسان إنما هي تبع لما استقر في القلب من أقوال القلب وأعماله، فبقدر ما امتلأ القلب علما بالله في التصور ثم نشأ عنه محبة لله عظيمة، ماذا ينشأ في الظاهر؟ كثرة ذكر الله عز وجل باللسان، فإن اللسان يعبر عن ماذا؟ عما تعلق به القلب حبا وخوفا، فإذا ضعف
محبة الله في قلبك، والقلب لا يبقى فارغا، فإن أدخل الشيطان محبوبا آخر فإن اللسان يذكر ما في القلب. فالقلوب على هذا الأمر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. فالقلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شهوة ومن كل شبهة تعارض أمر الله عز وجل، وكان ذلك القلب عرشاً للمثل الأعلى، محبة الله وإجلاله وتعظيمه. فهذا القلب إذا كان بهذه الصورة فلا تجد هذا اللسان يفتر من ذكر الله عز وجل. هذا النوع الأول، وهو القلب السليم. النوع الثاني القلب الميت، وهو القلب الذي ليس فيه لله نصيب من العلم به ومن محبته وتعظيمه وإجلاله والخوف منه، فهذا والعياذ بالله يكون وصاحبه حطب جهنم. وأما القلب الثالث وهو القلب المريض، الذي تصب فيه مادتان: مادة من تحييه وتكون سبب حياة فيه، ومادة سبب مرضه. والقلب لما غلب، والقلب لما غلب. فلذلك تجد هذا الإنسان المريض يتردد بين فعل الطاعة والمعصية، بين ذكر الله وذكر أعداء الله، فتجد يتعلق بهذا مرة وبهذا مرة، والقلب لأيهما غلب، ويظهر ذلك خصوصاً عند مفارقة الدنيا. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فلذلك يبتلى هذا الإنسان عند مماته، فالقلب لما غلب، وأكثر ما يظهر ذلك عند مفارقة الدنيا. إذن هذه أقسام القلوب، هذه أقسام القلوب. فالإنسان بهذه الطريق إذن يجتهد ويسعى على أن يكون قلبه قلباً سليماً. كيف الوصول إلى هذا القلب السليم؟ فإن كما قلنا هو يحتاج إلى ما يغذي العلم بالله ليبني التصورات، ثم يحتاج إلى أعمال القلوب. ووقوفنا اليوم مع آية من كتاب ربنا عز وجل تذكرنا ببعض أعمال القلوب. سألت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت فهماً، فسألت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأجابها بجواب. هذه الآية في سورة المؤمنون، قول ربنا عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عندما نزلت هذه الآية قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويخافون من الله؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول: يا رسول الله، هؤلاء هم الذين يسرقون يأكلون أموال الناس، وهم الذين يزنون يتعدون على أعراض الناس، ثم يخافون من الله أن يعاقبهم على معاصيهم؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، ليس الأمر كما فهمت، إنما هم أناس
يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. إنما هم أناس يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فهنا يقف الإنسان مع هذه الصفة، مع هذا الفعل القلبي وهو الوجل. وجاء في القرآن الكريم وصف القلوب بالخوف من الله والخشية من الله والرهبة من الله والوجل من الله عز وجل. وهذه كلمات أربع ليست مترادفة، لكل منها له معنى. فالوجل هو ذلك الخوف وانصداع القلب من تذكر أمر يخاف منه، فيوجل منه ذلك القلب حتى يصيبه ذلك الارتجاف من شدة الخوف. فهذا هو الوجل. فالله عز وجل يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نريد أن نفهم هذه القضية في منظومة أعمال القلوب. أول ما ينبغي أن ننبه له أن الإنسان وهو يقرأ القرآن الكريم لا شك أن كل آية تتضمن هدى، ولكن لا بد أن يدرك أن كمال الهدى إنما هو في القرآن كله. فلذلك الإنسان يقف مع الآية ويفهمها ويدرك معناها، ولكن لا بد أن يدرك أن الآية ما هي إلا حلقة في سلسلة ينتظم بعضها برقاب بعض. فلذلك هنا نجد أن هذه الآية أولاً جاءت في منظومة آيات، ابتدأت بقول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. إذن كم وصف ورد هنا؟ أربعة أوصاف. الوصف الأول: الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فهذا الوصف يعالج ماذا؟ يعالج القلب في أن يمتنع عن الممنوع المحرم خشية من الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يعالج ماذا؟ يعالج قضية تعدد المصدر في التلقي، وليس هناك مشكلة على ابن آدم أكبر من قضية كثرة الطرق التي يتلقى منها، ولا يوحد مصدر التلقي من ربه عز وجل. لذلك من أكبر مقاصد الشريعة ترتيب فكر الإنسان. والتوحيد ما هو؟ التوحيد ما هو إلا ترتيب لفكرك حين تعلم أنك تتلقى من جهة واحدة هي من الأعلى. لذلك المؤمن دائما إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وإذا حزبه أمر دعا الله. لذلك هو يأخذ من طريق واحد ومن مصدر واحد، لذلك هو لا يرتبك. والارتباك إذا تعددت عند الإنسان مصادر التلقي، وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك. لذلك الشرك ما هو؟ هو هذا الإنسان الذي يقبل أن له رب
ومن ثم يأخذ من ربه ومن أمره شيئا، ويقبل أيضا أن هناك جهة أخرى لها حق أن تأمر فيه فيعطيها جزءا من ذلك، وجهة ثالثة ورابعة. بينما الإنسان المؤمن يعلم أن الذي له الحق الأوحد أن يأمر في هذا الإنسان، وله الحق الأوحد أن تعبده وحده هو الله جل جلاله. لذلك تجد الإنسان المؤمن ليس مضطربا، ولا تجده يعيش القلق، ولا يعيش يعني قضية الارتباك، لأن له مصدرا واحد يأخذ عنه. فلذلك لا تجد هذا الإنسان إلا مطمئنا. فقوله عز وجل والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، فهم يتعاملون أن القرآن والوحي هو مصدر الحق والحقيقة، فلذلك يتلقون من هذا المصدر فلا يرتبكون ولا تتشعب بهم الآراء، ولا يجدون اضطرابا في حياتهم، لأنهم يعودون إلى الله جل جلاله فيما يريد أن يعملوا وفيما يريد أن يتصوروا ويعتقدوا. فقوله والذين هم بربهم لا يشركون عالجت عندنا هذه المسألة. ثم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا الأمر الذي نريد أن نقف معه وهو قضية الوجل، وجل القلب. لا بد أن ندرك إذا نظرنا إلى هذه القضية، لأن الوجل جزء من الخوف، بل هو درجة أعلى في قضية الخوف، وهو الوصول إلى درجة ينصدع فيها القلب. كيف نقول ذلك ونحن نقول أن الإنسان إذا أقبل على ربه فالله وعده بالحياة الطيبة؟ لذلك يقول العلماء يمثلون حركة الإنسان في ذلك بين قضية الرجاء والخوف وقضية الحب، يقولون مثل الإنسان أمام هذه الأمور كمثل الطائر، فإن الطائر إن قطع رأسه مات، وإن قطعت جناحاه ما استطاع أن يطير، وأصبح عرضة للأمور التي تفتك به. فحتى يطير ويبتعد عن المخاطر فلا بد له من رأس يبصر بعينيه الطريق، ولا بد له من جناحين تنقله عن الأرض وترفعه عن المخاطر. فقال العلماء محبة الله مقام الرأس للطائر، فهي التي تقوده وهي التي يبصر بها. وقالوا الخوف والرجاء في مقام جناحي الطائر، فالطائر لا بد له من جناحين، فكذلك الإنسان في طريقه إلى ربه، فإن محبة الله هي التي تقوده، وإن قضية الرجاء والخوف هي التي تضبط له مسار سيره إلى ربه عز وجل. فهو يسير بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فإذا هذه القضية الأولى، وهي قضية أن الإنسان يسير بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. بعد ذلك قضية الخوف، الإنسان خوفه من ربه، ما هو الدافع عند الإنسان لهذا الخوف؟ خوف المؤمن من ربه عز وجل، هناك أمور ليست هي محل دافع الخوف عند المؤمن من ربه، وبعض الناس قد يظنها وهي ليست كذلك. ليس الخوف من الله أنك تعمل العمل الصالح ثم لا يجازيك عليه. لا ينبغي أن تخاف من الله أن الله لا يوفيك حقك، فالله هو الملك العدل، بل الله عز وجل هو الرحيم الرحمن، يعطيك على قدر ما عملت بل ويزيدك. إذن أولا ليست قضية الخوف من الله عز وجل خوف أن الله سبحانه وتعالى
لا يوفيك حقك على ما عملت من عمل صالح، ليس الخوف من ذلك، هذا الأول. الثاني، ليس الخوف من الله عز وجل أنه كلفك بأمر لا تطيقه فتخاف أنه سيعاقبك على شيء أمرك به وأنت ما استطعت أن تفعله، فهذا ليس محل للخوف، لأن الله عز وجل ليس كذلك، فمقتضى عدله ورحمته أنه لا يكلف إلا بما تستطيع يا ابن آدم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ليس محل الخوف أنه كلفك بشيء لا تطيق، إذن هذا الثاني ليس هو محل الخوف. إذن الذين يخافون كما يقول البعض، قال أن الله عز وجل من حقه أن يأخذ العبد المؤمن من المحراب ويدخله النار، ويأخذ المجرم من الماخور ويدخله الجنة، فنقول أن هذا يتنافى مع حكمة العدل التي هي لربنا عز وجل، وأقام عليها السماوات والأرض، نظام الكون قائم على العدل، ونفى عن نفسه الظلم. فلذلك من يقول ذلك ليس صحيحا، لأنه يتنافى مع قانون العدل الذي أقره الله عز وجل في الأرض والسماوات، وقام عليه نظام الكون. فلذلك إذن ليس هذا محل خوف. إذن ليس الخوف أن الله لا يوفيك بعد عمل صالح، وليس الخوف من الله أنه يكلفك بأمر لا تطيقه ولا تستطيعه. وثالثا، ليس الخوف من الله سبحانه وتعالى أنك تأتي يوم القيامة أو أنك تعمل العمل الصالح في هذه الدنيا وليس عندك مقوم للعمل الصحيح المقبول، بمعنى أن الأمر مبهم، ليس كذلك. فالله عز وجل بين لنا العمل، ألزمنا بالعمل، بينه من حيث درجة الإلزام، هل هو واجب أو هو مندوب أو هو مكروه أو هو محرم، فالله عز وجل بين ذلك. هذه واحدة في البيان. الثاني، أنه أرسل إلينا من يطبق هذه الأعمال ويبينها للناس، وهم الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم، وبين ما مات عليه الصلاة والسلام حتى بين للناس وتركهم على المحجة البيضاء. فإذا ليس الخوف من الله أنه أمرك بأمر وما بين لك كيف يكون تطبيق هذا الأمر. إذا هذه ثلاثة أمور ليست هي محل الخوف من الله، وإن كان البعض لجهله يظن أنها هي محل الخوف من الله. إذا ليس خوفنا من الله، أولا ليس خوفنا من الله أن الله قد نعمل الصالحات ثم لا يكافئنا عليها، هذا ليس أبدا من شأن ربنا. والله عز وجل يقول: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به والله لا يخلف الميعاد. إذن لا نخاف أنك تعمل صالحا ثم تأتي يوم القيامة ولا يجازيك الله عليه، أبدا لا تتصور ذلك، ولا يكون مصدر خوفك من الله هو هذا. الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هذا ليس محل الخوف، أنك تكلف بشيء لا تطيق وسوف يسألك الله عنه ويحاسبك عنه، اطمئن في هذا الأمر ولا تخاف، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث، أنك تخاف
من أنه أمرك بأمر وما بين لك هذا الأمر وجعلك في عماء وجهل، اطمئن، فالله ما كلفك بشيء من بهذه الصورة، ما كلفك إلا بأمر بين واضح، بين واضح بينه لك في القرآن، وبينته لك السنة، وبينه لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. إذن هذه ليست محل الخوف. إذن أين مكان الخوف من الله؟ إذا لم تكن هذه الأمور الثلاثة، الخوف من الله عائد إلى سبب منك وإلى تقصير من جهتك. كيف؟ الله عز وجل أمرك بأعمال، تلك الأعمال كما قلنا بُيِّنت لك من حيث درجة الإلزام، مثلاً الصلاة، الأمور، الفرائض الخمس، الصلوات الخمس، جاء البيان أنها من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، واحد منها ماذا؟ إقام الصلاة. بُيِّن أن الفرق بين المؤمن والكافر هي هذه الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بُيِّن أن زاد الإنسان يوم القيامة وأول ما يُسأل عنه عن صلاته، إن أحسنها وأتقنها وأداها قُبلت، إن لم يؤدي ولم يحسن ردت عليه، إن لم يؤدها حُشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. ثم النبي عليه الصلاة والسلام صلى أمام الصحابة وصعد على المنبر، وصلى على المنبر على مكان عالي وهم ينظرون، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هل بعد هذا البيان بيان؟ أمر واضح، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم بيان أن هذه من أركان الإسلام، وبيان أن أهل الكفر يتركون الصلاة، ولذلك هذه علامة فارقة. ثم المآل يوم القيامة، أول ما تسأل عن الصلاة، من ترك الصلاة أين يكون مكانه؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ثم يقف بين يدي الناس يصلي، ثم يأمرهم أمراً صريحاً، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل بعد هذا البيان بيان؟ إذن الخوف هو أنك تؤدي هذه العبادة على غير ما جاء التعليم والتوجيه بها. إذن هذا واحد من أماكن الخوف. طبعاً أيضاً كل عمل وكل عبادة يشترط لقبوله في إتقانه شرط للظاهر والخارج. إن كان العمل من أعمال الداخل والباطن كالصلاة، فإنه يستلزم أن يكون أداء هذه العبادة بسلامة حركة الجوارح وبسلامة الباطن. فإن الصلاة تستدعي ماذا؟ تستدعي مع هذه الحركات التي تؤديها قضية النية، وهي الصدق مع الله عز وجل، أنك أردت بهذه الصلاة وجه الله، هذا من أعمال القلوب. فلذلك الإنسان يؤدي العبادة خوفه من ماذا؟ خوفه أنه غلب من قبل خصمه، عدو الله إبليس، أو نفسه الأمارة بالسوء، بجهلها وباتباع الهوى وبانشغالها بالملذات، أنه أدى العبادة على غير إتقان. والله طيب ولا يقبل إلا العمل الطيب. فخوف العبد المؤمن من ماذا؟ أنه جاء ربه بعمل خداج ناقص، فيخاف أن الله يرد عليه العمل لنقصانه، فلذلك هو يخاف من ربه. واضح؟ إذن هذا السبب الأول. إذن السبب الأول ما هو؟ أنه تؤدي العمل لكن الإنسان يخاف أن هذا العمل ما أنجزه على الإنجاز الكامل وعلى الوصف المرضي
الذي يحبه الله ويتقبله الله، فلذلك هو وجل، ولذلك يطلب من ربه أن يستر عيب ذلك العمل ونقصه وأن يتقبله، فلذلك هو يخاف. إذن هذا أحد الأسباب. أيضاً من الأسباب التي يجدها المؤمن في قلبه وهو يعمل الصالحات أنه يعمل العمل، ولكن هناك أعمال أخرى لم يؤدها، فلذلك هو أنجز بعض الأعمال وترك بعض الأعمال، فخوفه أن تركه لتلك الأعمال الأخرى التي أمره الله بها فقصر فيها فقد تكون سبباً أن الله عز وجل يرد عمله كله. إذن هذا أيضاً سبب من أسباب الخوف، وهو تقصيره في ماذا؟ في أنه ما أنجز جميع الأعمال. إذن الأول بالنسبة للعمل الواحد أنه ما أنجز العمل على وجهه الصحيح، هذا يكون سبباً للخوف. الثاني أنه أنجز بعض الأعمال وترك بعض الأعمال، فلذلك يخاف أن قصوره ونقصه، وما منا إلا هذا الإنسان، من الذي قام بكل ما أمره الله؟ فلذلك هو يخاف من ربه أن ذلك النقص قد يؤثر عليه وقد يكون سبباً في رد عمله. إذن هذا سبب ثاني. سبب ثالث، يخاف من معاصٍ ارتكبها أنها تعظم في ميزان الله فتكون أعظم في الميزان وأثقل من تلك الحسنات التي جاء بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيغضب الله عليه حتى يلقاه يوم القيامة وهو عليه غضبان. فلذلك المؤمن يخاف أنه قد ارتكب معصية، وقد تكون هذه المعصية في ميزان الله عظم تلك المعصية أعظم من تلك الأعمال الصالحة التي قربها، أو أنه عنده معاصي كثيرة، كما ورد في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة يخاصم رجلاً آخر فيقول: يا ربي فلان أخذ حقي، قال: فخذ من حسناتي. فعندما يؤخذ من حسناته هذا الذي آذاه، وهذا الذي تكلم، وهذا الذي ضربه، وهذا الذي أخذ من ماله، وهذا الذي استهزأ به، وهذا الذي اغتابه، وهذا وهذا، وكل يأخذ من حسناته حتى لا تبقى له حسنة، ويبقى أيضا من يطالبه، فيقول: يا ربي ما بقي له حسنات وأنا أريد أن أستوفي حقي، فيقول: ليحمل من خطاياه، فتوضع أيضا على خطاياه من خطايا الآخرين، قال: فيؤمر به إلى النار. فإذا هذا أحد أسباب الخوف، وهو معاصي الإنسان. إذا صار عندنا ثلاثة أسباب: الأول أن الإنسان يؤدي العمل ويخاف أنه أدى العمل غير متقن كما أراد الله، وخاصة فيما يتعلق بأعمال القلوب الصدق، فإن العبادات تحتاج صدقاً من العبد لربه، وإن العبادات تحتاج إخلاصاً وحضور نية، وإن الإنسان كثيراً ما تغلبه نفسه فينصرف قلبه في أثناء العبادة، هذا خلل ويؤثر. فلذلك العبد المؤمن يخاف أن هذا العمل القاصر الذي أداه على غير الوجه المتقن، يخاف أن يكون هذا النقص سبب في رده، فلذلك هو يوجل. والثاني أنه أمام أعمال الله يجد أن نفسه كم من مرة غلبته فتهاون في فعل طاعة، كم من صلاة جماعة فاتت، وكم من أداء حق واجب لوالديه قصر فيه، وكم من حق لجار، وكم من حق لزوجة، وكم من حق لولد، وكم وكم من أمور قصر فيها. فلذلك هو يخاف أن هذا التقصير في هذه الحقوق قد يكون سبباً في رد عمله،
وقد يكون وزرها أعظم من تلك الصالحات فيهلك، فلذلك هو يخاف من الله. وثالثاً ارتكابه للمعاصي وجرأته على ارتكابها، فإذا ما نظر إلى تقصيره فلذلك يخاف أيضاً من الله عز وجل. فهذه إذن من الأسباب، هذه من الأسباب التي تجعل هذا القلب يخاف من الله عز وجل. فإذن هذا معنى قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الخوف سببه وداعيه علم المؤمن أنه موقوف بين يدي ربه. ما منكم من أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد. وقال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما أخاف عباد الله المؤمنين إلا استحضار ذلك الموقف العظيم بين يدي الرب الجليل، وأنه يكلمك ويسألك عن عملك وتعرض عليه عملك. أخاف عباد الله المؤمنين قول الله عز وجل وهو يخبر عن تطاير الصحف، وأن كل عبد يجد كتابه ويأخذه ويقرأ ما فيه ويقرأ قول المجرمين حين يندبون أنفسهم قائلين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الذي أخاف عباد الله المؤمنين، فهم يعلمون بعلمهم بربهم عز وجل، يعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أنه يعلم السر وأخفى. الإنسان قد يقول للناس أنه يعطي وأنه أراد بهذه العطية وجه الله، والناس قد يقبلون ذلك منه، ولكن المؤمن يعلم أن ما في قلبه وما في سريرته لا يطلع على حقيقته إلا الله جل جلاله. فلذلك هو يخشى الله، ولذلك هو يخاف، لعل الله اطلع على غشش وعلى غبش في داخل قلبه وهو يؤدي ذلك العمل، رأى فيه فلان أو قصد به فلان أو عمل لفلان أو عمل ذلك من أجل أن يقال أو من أجل أن يثنى أو غير ذلك، وقد يكون ذلك سبباً في إحباط عمله، فلذلك هو يخاف الله عز وجل. من هنا فإن هذا الخوف الله عز وجل أمر به، الله عز وجل أمر به وأثنى على أصحابه. لذلك إذا وجد الخوف في قلبك من الله تعالى بهذه الدواعي التي ذكرتها، فاعلم أن في قلبك حياة. أما إن لم يجد الإنسان في قلبه الخوف من الله عز وجل، فليعلم أن الإيمان فيه من الخلل والنقص والمرض الشيء الكبير، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده بهذا الوصف: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إذن هؤلاء هم الذين يسابقون في الخيرات، هؤلاء هم الذين يقبلهم الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين يتجاوز عن خطاياهم، وهؤلاء هم الذين يجبر كسرهم، هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا الخوف كما قلت
الله عز وجل أمر به، الخوف منه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي الخوف ممن؟ من الله. الله يأمرنا بذلك. وقال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الله عز وجل يأمر عباده أن يخافوه، والله عز وجل يأمر عباده ألا يخافوا غيره. الله عز وجل يأمر عباده ألا يخافوا غيره، فقال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخافوا الناس وخافوا من الله رب الناس. ولذلك ما يقال على ألسنة بعض الناس يقولون: من لا يخاف من الله فخاف منه، وهذا ليس بصحيح، فإن الله نهاك أن تخاف من عموم الناس، أما من لا يخاف الله فهم من جند إبليس، وهؤلاء أحقر من أن يخافهم العبد المؤمن. فلذلك لا ينبغي ولا يصح ولا يليق من مؤمن أن يخاف من أحد غير الله عز وجل. فإذن الله عز وجل أمرنا أن نخاف منه، والله عز وجل نهانا أن نخاف من غيره. طبعا الخوف المقصود هنا خوف العبادة، لأن الخوف ينقسم إلى قسمين: الخوف الأول خوف العبادة، وهذا هو الخوف الذي جاء في الأمر والنهي، والخوف والنوع الثاني هو الخوف الطبيعي. الخوف الأول هو خوف الإنسان تعبداً ورهبةً وخضوعاً وتقرباً، فهذا الخوف لا ينبغي أن يكون إلا لله، ومن جعل هذا النوع من الخوف لغير الله فهو الشرك. كمن يخاف من صاحب قبر وأنه إن لم يتقرب له بكذا أو لم يفعل له كذا فإنه سوف يضره، فهذا الخوف ما هو؟ هذا خوف شرك. أو من يخاف من الجن إن لم يفعل لهم كذا أو يذبح لهم أو يصنع كذا في لبس أو في بيت أو في كذا فإنهم سوف يضروه، فهذا الخوف نقول ماذا؟ هذا خوف شرك. هذا الخوف من هذا النوع لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، وهذا هو خوف العبادة. أما النوع الثاني وهو الخوف الطبيعي، خوف الإنسان من سبع: أسد أو حية، فخوف الإنسان من ذلك أمر طبيعي، وهذا ليس نقصا في الإيمان. أو خوف الإنسان من عدو صائل، عدو معه سلاح وليس مع هذا الإنسان سلاح فخاف عدوه، فهذا نقول خوف طبيعي وليس هو خوف العبادة، وهذا ليس نقصا في الإيمان. ولكن هذا النوع أيضا منه نوع مذموم، وهو الخوف الذي ليس له داعي. فالأول كان له داعي، خوف من سبع، خوف من عدو. أما الخوف الذي لا داعي له فهذا مذموم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقبح ما في الرجل، أقبح ما في الرجل جبن خالع وشح هالع. أقبح ما في الرجل أن يكون جبان يخاف من مجرد الوهم ويظل قلق من شيء لا حقيقة له، فهذا من أقبح ما يتصف به الرجل. أو
يكون هذا الإنسان شحيح خائف من الفقر حتى أنه لا ينفق ولا شيء، فهذا أقبح ما يتصف به الرجل الإنسان، جبن خالع وشح هالع. فإذا هذا نوع من الخوف مذموم، عرفت؟ وإن كان هو من الخوف الطبيعي لا يدخله في دائرة الكفر مثل الأول، لكنه يدخله في ماذا؟ في وصف لا يليق بالعبد المؤمن. بعد ذلك هذا الخوف الممدوح بعد أن عرفناه، ما هي آثاره الطيبة على العبد المؤمن؟ لذلك دائما إذا عرفت الشيء وفهمته ابحث عن آثاره، لأنك إن عملت به وما وجدت آثاره ماذا يعني؟ يعني إما أنك لم تفهم فهما صحيحا، أو لم تطبق تطبيقا صحيحا، لذلك لم تجد الأثر، لأن الله عز وجل لا يقول إلا الحق. فلذلك ما هي آثار الخوف من الله عز وجل، الخوف الصحيح؟ فهناك آثار. من أعظم آثار خوفك من الله أن الخوف من الله يحررك من رق العبودية للشهوات والهوى وعبادة الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فالخوف من الله يحررك من رق العبودية لهذه الشهوات والهوى. فلذلك الذي تعلق قلبه بالدنيا بالمال فمنعه حبه وتعلقه أن ينفق الصدقة الواجبة والصدقة الممدوحة المحبوبة، فخوفه من الله عز وجل سوف يحرره من رق هذه العبودية. الذي ذلته نفسه للشهوات فأصبح عبدا للهوى، تعلق قلبه مثلا بحب النساء حراما أو غير ذلك، أو حب المال وأخذه بالحرام، فالخوف من الله عز وجل يحررك من رق هذه العبودية لهذه المعاصي. إذن هذه الثمرة الأولى، وكفى والله لو لم يكن إلا هذه لكفى بها. الخائف من ربه بحق، كيف تمتد يده إلى مال حرام وهو يعلم أن الله ينظر إليه، وأن الله قادر على أن يشل هذه اليد، فهو الذي أعطى وهو القادر على أن يمنع، وهو يعلم أنه يقف بين يديه، وهو الذي أخبر بأن هذا المال يكون جمراً يحمى عليه هذا الإنسان في نار جهنم. فهذا الخوف إذا امتلأ به القلب وعلم أن وعد الله حق وقوله حق، فسوف يكون هذا الخوف سبب في أن يتحرر الإنسان من الذل لهذه المعصية. إذن هذه مصلحة. أيضاً الخوف من الله كم يعين هذا الإنسان على أن يبنى في نفسه من خلق كريم. فهذا الذي يملك المال وكان بخيلاً، فخوفه من الله دفعه إلى ماذا؟ إلى أن يزاحم الكرم البخل ويبدأ يدفعه عنه، وكل من دفع البخل حل محله الكرم. إذن هذا الخوف من الله عالج عندك هذين الأمرين: قصور في الخلق الحسن فكان سبباً في وجوده، ووجود لخلق سيء فكان سبب في إخراجه ودفعه وإضعافه، على أقل تقدير أنه يضعف. إذن هذا من آثار خوفك من الله عز وجل، أنه يثمر وجود الخلق الحسن وإخراج الخلق السيء أو إضعافه. أيضاً خوفك من الله يدفعك إلى العمل الصالح وإلى الإكثار منه وإلى الثبات عليه. فكلما استمر الخوف من الله عمل الإنسان عملاً صالحاً،
خوفه من الله أن هذا العمل قد يكون فيه من القصور ما فيه فيرد، فلذلك هو يعمل عملاً آخر. خوفه من الله أن العبرة بالخواتيم، فلذلك يخاف أن لا يكون على عمل صالح وقد يأتيه الموت على غير عمل صالح، وحسابه بين يدي الله على ما مات عليه، فلذلك هو يثبت على العمل الصالح. أيضاً خوفك من الله كم يكون سبباً في إيقاظك من غفلة كنت فيها. كم من إنسان جرأته قوته البدنية أو غناه المالي أو جاهه وسلطانه على أن يظلم، على أن يأخذ حق الناس، على أن يهضم، على أن يتعدى حدود الله، وما دام ذلك الأمر قائم فهو في غفلة. فإذا ما جاء خوف الله ودب في قلبه فقد يكون ذلك سبب في أن الإنسان يبصر وكأنه كان أعمى، وكأنه كان في ظلمة، فجاء من أشعل له السراج في ذلك المكان فاتضح له الأمر. فالخوف من الله كم يوقظ من غفلة. إذن هذا أيضا مصلحة من مصالح الخوف. أيضا الخوف من الله وجوده في القلب هو ماذا؟ هو يستدعي صفات أخرى محمودة ويرتقي بمنازل قلبك، لأن الله عز وجل يكرم على العمل الصالح بماذا؟ بفتح باب لهذا القلب بعطايا ليتهيأ لعمل صالح أعلى وأكبر. فالله عز وجل من قبل هداه ورضي به زاده هدى ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فلذلك وجود هذا العمل الصالح وهو الوجل، وجل القلب، فهو يستدعي ماذا؟ يستدعي ما يتناسب معه من الأعمال القلبية الأخرى. ولذلك الشيء الطيب والإنسان الطيب إنما يسر بماذا؟ حينما يجلس مع أمثاله وينادي من؟ ينادي أمثاله. فكذلك القلوب إذا وجد فيها العمل الصالح فإنه نادى أقرانه من صالحي الأعمال وصالح الصفات والأخلاق. فلذلك هذا أيضا أثر من آثار الخوف، وهذه قضايا حقيقة أقول من تأمل فيها وأدرك قيمتها شعر بأهمية هذا الوصف وهو الوجل، وجل القلوب، هذا العمل من أعمال القلوب، فلا بد من أن يحرص عليه. طيب هذه آثار يجدها العبد المؤمن في الدنيا، طيب في الآخرة هل لهذا العمل القلبي من أثر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه. فإن الذين يخافون الله في الدنيا بشرهم الله عز وجل بالأمن في الأخرى وبشرهم بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع الله لعبد بين أمنين وخوفين. لا يجمع الله للعبد بين أمنين وبين خوفين. الإنسان يمر على حياتين، الدنيا والآخرة. من أمن الله في الدنيا أخافه الله في الآخرة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة. فالله لا يجمع للعبد بين أمنين ولا يجمع له بين خوفين. فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن أمن الله، أمن مكر الله وأمن عقوبة الله في الدنيا أخافه الله عز وجل إذا جمع الخلائق وجمعهم في ذلك الموقف العظيم. فإنك تجد المجرمين
أشد الناس خوفا ورعبا، فلذلك هذه ثمرة وفائدة عظيمة من آثار الخوف من الله عز وجل. أيضا أن الإنسان الخائف من الله والخوف من الله يدفع الإنسان إلى أعمال تجعله يوم القيامة أين؟ تحت ظل عرش الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، وذكر من ضمنهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لذلك الإنسان إذا دعي لباطل وإذا دعي لشهوة فتذكر خوفه من ربه ومنعه ذلك الخوف من ربه عز وجل أن يعمل ذلك العمل، فهو مبشر بذلك الأمن يوم القيامة، يوم القيامة. ولذلك الرجل الذي فعل المعاصي وأسرف على نفسه، فعندما حضره الموت أصابه الوجل والخوف، حتى أنه قال لولده: إذا مت فاحرقوني، حتى إذا صرت رمادا ذروا هذا الرماد في يوم عاصف، في يوم ريح، يعني فيه الرياح أشد ما تكون. قال: لئن قدر الله علي وجمعني ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا مثله، فجمعه الله. وقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: الخوف منك يا ربي. قال: فغفر له. إذن هذا الخوف أوصل صاحبه إلى ماذا؟ إلى المأمن، إلى المأمن. إذن هذا من آثار الخوف ومن ثمار ومن فضائل الخوف من الله عز وجل، أنه يبلغ الإنسان المأمن. أيضا من آثاره وفضائله وثماره أنه يوصل صاحبه إلى الجنة. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هذا الذي خاف ربه في الدنيا ماذا أعطاه الله عز وجل؟ أعطاه جنتان. وقال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن ما الذي أوصلهم إلى تلك الدار وأدخلهم إياها؟ خوفهم من الله عز وجل في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. إذن هذا أمر عظيم إذا كان سببا في تأمين الإنسان في أرض المحشر، وسبب في أن يجعلك تحت ظل العرش، وسبب في أن تكون من الفائزين الناجين، وفي أن تكون من أهل الجنة. إذن أليس هذا عمل ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يتمثل به قلبه، وأن يكون من أعمال هذا القلب أن يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، الذي يخاف يعمل، وليس الخائف بحق الذي لا يعمل. الخوف الذي يدفعك إلى ترك العمل وأن تعيش مهموما محزونا مترقبا لا تعمل، اعلم أن هذا الخوف منهي عنه، وأن هذه مقدمات اليأس، والله نهى عن اليأس. فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فلذلك قلنا: الإنسان الخوف والرجاء كجناحي طير، الطائر ما يطير بجناح واحد، فلا بد أن يكون العبد بين الخوف والرجاء. فلذلك الرجاء
يعمل العمل فيجعله يؤمل، والخوف يجعله ماذا؟ يجعله يزداد ويتقن ويثبت، فإذا ويتوب، إذا كل منهما يكمل الآخر، فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاء. فالخوف لوحده ليس صحيحا، لأنه قد يدفع الإنسان إلى اليأس، واليأس منهي عنه، فلذلك المطلوب ماذا؟ خوف يدفعك إلى عمل، خوف يدفعك إلى ثبات على عمل، خوف يدفعك إلى إتقان عمل، خوف يدفعك إلى أن تتوب إلى الله من تقصير في عمل، خوف يدفعك إلى أن تتوب من معصية خشية أن يكون وزرها يحبط عملك الصالح الذي عملته. الخوف الذي يثمر هذا الإنجاز في الأعمال هو المطلوب، وهو المعبر عنه هنا من خاف أدلج. الذي يخاف يبادر بالسير، وأدلج بمعنى سار في أول الليل وسار أيضا في آخر الليل، لأنه يخاف، فلذلك يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى غايته. وما هي غايتنا؟ غايتنا رضوان الله والجنة، والوقت قصير محدود، والفرصة لا تتكرر، واليوم الذي يذهب لن يعود. لذلك لو كان الخوف موجودا ما فرطت في يوم، ما فرطت في ساعة، ما فرطت في شهر. لو وجد الخوف لما جعلك تقصر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وما جعلك، لو وجد الخوف في قلب الإنسان ما جعله يرتكب المعصية مرة ثم يتجرأ عليها مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة ثم يفعلها بتكرار وما كأنه فعل جرما. لو كان الخوف في قلبه ما فعل ذلك، ما فعل ذلك. ولذلك الإنسان بقدر ما يستحضر أنه عبد لربه، عبد لله، أي ما بك من نعمة فهي من عطيته وعطائه ومنته، فأنت عبد له سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان إن تذكر مثل هذا النص فإنه يدرك به قيمة الخوف. فإذا يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يعجب ربكم، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل. راعي في الصحراء، ليس هناك أحد من الناس حولي، قال: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. إذن هنا ما الذي دفعه أن يؤذن؟ هل هو خشية الناس؟ هل هو طمع في مدح الناس؟ ليس هناك أحد إلا البهائم من حوله والأغنام، فأذن وأقام الصلاة وصلى، فالله عز وجل يتعجب من صنيعه ويقول: انظروا إلى عبدي في هذا المكان، أذن وصلى، قال: يخاف مني. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ خوفه من الله، واستشعاره مراقبة الله، فيأتيه الوعد من الله عز وجل: فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وأيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبد أمنين ولا خوفين، إن هو أمينني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. واضح؟ إذن هذا ما جاء في الحديث القدسي من قول ربنا سبحانه وتعالى. الخوف
صفة الملائكة على عظم الخلقة التي خلقهم الله عز وجل عليها. قال الله عز وجل في القرآن: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يقود السحاب حيث شاء الله، فالصوت الذي تسمعون صوت زجره السحاب. فهذا الرعد الله عز وجل يخبر أنه يخاف من الله، فيقول، وهذا في سورة سميت بها باسم هذا الملك الرعد، ولذلك سورة الرعد. ومما جاء فيها: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذن الدافع لذلك هو الخوف، فالخوف إذن كان سبب للعمل أو ترك العمل؟ كان سبب للعمل، وهو أنهم يذكرون الله عز وجل. إذن الخوف الذي أمرنا الله به خوف يدفع للإنجاز والعمل والثبات والزيادة، وليس خوفا يثبط، وليس خوفا يدخلك في اليأس أبدا، فإن هذا النوع من الخوف منهي عنه وليس بمطلوب. الخوف الذي يجعلك تترقب وتيأس ويظل الإنسان يقول أنا هلكت ثم لا يعمل ولا يرجو رحمة الله، فهذا منهي عنه. وإنما هذا الخوف الذي رأينا عندما كان عند الملائكة دفعهم إلى ذكر الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من ربه، كما قال الله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من ربه أن يعصي أمره وأن يخالفه، لذلك ما خاف من قريش، وقد تهددوه وقد وعدوه وتوعدوه، وإنما كان خوفه من ربه عز وجل. فلذلك أمنه الله سبحانه وتعالى، كان يخاف من ربه، فكان إذا قام يصلي، كما أكثر من صحابي روى ذلك، عبد الله بن الشخير دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، قال: ولصدره أزيز كأزيز المرجل. تعرفون المرجل؟ القدر، إذا وضعت على النار واستجمع غليانها وفيها ماء وفي وسط الماء حبوب، فإنه يكون هناك صوت في داخل القدر، ذلك الصوت يقول: مثله سمعته من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشية الله عز وجل. فكان يخاف الله وهو رسول الأمة عليه الصلاة والسلام. ثم أخيرا نقول أن الخوف الممدوح المحمود ليس هو الخوف العابر، ليس تلك الدمعة العابرة التي خرجت من عينيك عندما وقفت في موقف مثل هذه الليالي وسمعت شيئا من القرآن أو دعوة، ثم بعد ذلك إذا ما تركت هذا الموطن أو خرج هذا الشهر رجع الأمر على ما كنت عليه قبله، فليس هذا هو الخوف على كماله. إنما الخوف المطلوب هو ذلك العمل القلبي الذي استقر في القلب، والذي أصبح وصفاً له، والذي أصبح شأناً لك، فتجد أنك عند كل عمل تتذكر معية الله فتوجل وتخاف الله أن تترك أمراً من أوامره أو أن تتجرأ على نهي من نواهيه. هذا الخوف إذا ثبت في قلبك وإذا استمر هذا العطاء وهذا التأثير، فهذا هو الخوف المطلوب، وهذا الذي ينبغي أن نسعى له. أما الخوف الوقتي الآني فإن أثره محدودا، أثره محدود وثمرته أيضا محدودة،
ولكن ينبغي على الإنسان أن يجتهد طالباً هذا الخوف. أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه آناء الليل، هذا شأنه. وليست هي ليلة واحدة، وليست بعض الليالي، وإنما هو شأن إنسان علم أن هذا عمل قلبي لن ينجو بين يدي الله حتى يأتي الله بقلب سليم، وأن هذا من مقومات سلامة القلب أن يكون القلب وجلاً من الله، أن يكون القلب خائفاً من الله، فلذلك يجتهد أن يكون هذا صفة من صفات قلبه وعمل من أعمال قلبه. فإذن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الموعودون بالأمن يوم القيامة يوم العرض الأكبر. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا حباً له وتعظيماً له وخوفاً منه ووجلاً منه جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل الجنة، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه جواد كريم سميع مجيب. أسأل الله أن يختم لنا بالصالحات، أسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.